هذا افضل تحضير للدربي طبعا، واحتفظ بالنجوم يعني كارباخال كان مهدد ما لعبش، رونالدو تم راحته، توني كروس تم راحته، مودريتش نزل في اخر الدقائق وتم راحه النجوم. المباراه بتاع اتلتيكو مباراه مختلفه، لانه زيدان هيبدا يوقف شويه الروتيشن اللي عمله في مباراه الافيس وليجانس. المباراه القادمه مختلفه بالنسبه له وتفكيره مختلف، لان افضل فتره لاتلتيكو في هذا الموسم الفتره اللي هيقابل فيها ريال مدريد. الفريق في تصاعد، الفريق اكتسب هويته الدفاعيه وايضا استعاد المركز الثالث، طبعا استعاد المركز الثالث في اخر المباراه، بيقدم مستوى كبير سواء من الناحيه الهجوميه او من الناحيه الدفاعيه. المباراه هتبقى صعبه بالنسبه له، وخاصه المباراه القادمه قدام سيميوني. انا زي ما بقول المباراه الاولى مختلفه اللي كسبها 3-0 الديربي الاول، 3-0 لا، ظروف اتلتيكو مختلفه، وايضا المستوى اللي ظهر بيه كالفرقه ككل ونجوم اتلتيكو مدريد فعليه. الريال كان في اوج عطائه بينما اتلتيكو كان طبعا كان لا في اقل مستويات بالنسبه له. واستحق ريال مدريد الفوز في الديربي للمباراه الاولى، انما المباراه الثانيه مختلفه، الظروف مختلفه، المستوى مختلف بالنسبه لاتلتيكو مدريد، وايضا تعامل واستعداد زيدان هيبقى مختلف للمباراه.